أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده تعتزم تخصيص 4 مليارات و200 مليون جنيه استرليني لشراء 5 فرقاطات جديدة سفن حربية سريعة، سعيا لتعزيز الأمن في مواجهة تزايد التهديدات الروسية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن سوناك أن المملكة المتحدة والحلفاء معها يتخذون الخطوات لتعزيز أمنهم في مواجهة تهديدات روسية متزايدة. In Ukraine, and with Russia's foreign minister sitting there, we highlighted both the illegality and barbaric nature. إذن حول هذه الخطوات الأوروبية ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والفريق الركن المتقاعد الدكتور قاصد محمود. دكتور قاصد، أهلا وسهلا بك. دكتور قاصد، نحن نتابع الأخبار اليوم، وبالرغم من هذه الأزمات العالمية نتابع ما يسمى بهذا السباق نحو التسلح العسكري، خاصة عندما نتحدث عن هذه الأخبار الأخيرة بين بريطانيا وفرنسا، فما هي هذه المؤشرات هنا؟ مساء الخير المشاهدين الكريم. سباق التسلح حقيقة يعني التعبير لم يغب عن المشهد نهائيا. قد يكون الآن أكثر حضور في الإعلام من خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، هذا صحيح، ومن خلال إيقاظ الوعي لدى بعض الدول الناتو، خاصة الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وبريطانيا، حقيقة بأنهم غير قادرين على مواجهة هذا التهديد الكبير من قبل روسيا بإمكانياتهم الحالية، لأنهم حقيقة في الـ3 عقود الماضية معظم دول الناتو بما فيها هذه الدول حقيقة كانت تميل أكثر على القوة الأمريكية والهيمنة الأمريكية، وبالتالي كانت هم لم يذهبوا بعيدا في التسلح، خصوصا التسلح التعرضي مثل القطع البحرية وقطع وما يتعلق بحرب الفضاء والحروب أو القوات الجوية. الآن هذه الحرب حقيقة وضعتهم أمام تحدي واضح أن الخطر موجود وقد يكون قادم وقد يكون قريب، فبالتالي بدأوا يعني يستعيدوا بعض تاريخ التسلح السابق، وبالتالي يركزوا على جهات معينة، طبعا خصوصا الدول الرئيسية. مرة أخرى ألمانيا تتحدث عن عشرات المليارات خلال الـ5 سنوات القادمة، بريطانيا هي تتحدث عن 4 مليار جنيه استرليني، حوالي يعني هذا حوالي 5.5 مليار دولار في القوات البحرية، وبريطانيا تاريخيا كانت عماد قوتها العسكرية القوة البحرية حقيقة، وهكذا غيرها من الدول الأوروبية. فمرة أخرى يعني هذه الحرب من نتائجها وتداعياتها المباشرة حقيقة والسيئة عالميا على كل العالم، راح تكون برضو هاي سيئة، لأنه هذا الإنفاق كله راح يكون على حساب الإنفاق الاقتصادي والأمن الاجتماعي في كل الدول سواء الأوروبية أو غيرها في العالم، لأنه هذا السباق سيتواتر وسيتزايد وسينتقل إلى دول أخرى سواء كان في أوروبا أو في باقي العالم، لأنه الدول الرئيسية أصلا تعيش حالة الصراع البارد، هي في حال سباق تسلح من 3 عقود، سواء كان الصين أو روسيا أو حتى الهند، حتى دول الإقليمية. إذن نحن هنا لا نتحدث دكتور عن وتيرة مختلفة متسارعة، هو فقط نوع من تسليط الضوء أكثر على هذا الجانب. هلا ما يتعلق في بريطانيا، نعم وتيرة جديدة ومتسارعة في بريطانيا، نعم تحديدا، لكن الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بعض الدول، كوريا، اليابان، هنا في منطقتنا تركيا وإيران وإسرائيل، هذه الدول يعني تتسابق في التسلح تاريخيا، عن موجود ولم تتوقف عن التسلح، لا بالعكس زادت من الوتيرة وعمقت من أنظمة القتال ذات الطابع الفضائي والجوي والهجومي والبحري وهكذا. إذا السباق التسلح موجود، لكن الآن في الناتو، في دول الناتو، في الدول الأوروبية، وأعتقد هي الدول الأكثر استهدافا في هذه الحرب حقيقة، وعد أنه يجب أن تزيد الإنفاق الدفاعي وتعود إلى التسلح من جديد حتى تواجه الخطر الروسي، وطبعا هذا سيكون على حساب الاقتصاد، وبالتالي سيضعف الاقتصاد الأوروبي، وسيتحقق الهدف الأعمق من هذه الحرب وهو إضعاف أوروبا واقتصادها لمصلحة أمريكا.
ولكن ألا يرى هذا الجانب هذه الالتفاتة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أمام هذا السباق للتسلح وهذه الميزانيات الضخمة في ظل هذه الظروف التي يعاني أساسا منها من تحديات اقتصادية نتيجة الحرب ونتيجة الجائحة وهي أزمة عالمية بشكل عام؟ وهذا هو الصراع الذاتي اللي بتعيشه كل دولة وكل قيادة وحتى مجموعة دول حلف شمال الأطلسي. يعني التهديد الروسي بات ماثلا والأمريكان يتحدثوا عنه في كل دقيقة وفي كل لحظة ويحضروه في ذهن كل القيادات الأوروبية. هذا هو الخطر، هذا اللي قادم وعليكم أن لأنه كان في يعني كثير سعي أمريكي في السنوات الماضية لأوروبا أنه أنتم يجب أن تزيدوا إنفاقكم الدفاعي في الناتو وما ظلكوا يعني رامي الحمل كله على الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أوروبا تنأى بنفسها عن ذلك وتعتقد أنه هذا يكفي ولا داعي. الآن أعتقد الظروف أحضرت هذه المبررات بشكل قوي جدا وحتى أحضرت يعني دول أخرى غير الناتو في المنطقة اللي هم الدول الإسكندنافية اللي بدأوا يعني يأتوا إلى الناتو من جديد وبدأوا أصلا يعيدوا النظر في خططهم العسكرية والدفاعية والتسلح من جديد. فمرة أخرى أعتقد الهدف التسلح وسباق التسلح عاد للمشهد بقوة والإنفاقات ستكون بعشرات إذا مش مئات أو التريليونات حتى في السنوات القادمة. نعم، وهل بالإمكان موازاة القدرة الروسية العسكرية سواء من جانب دول أوروبية أو حتى الولايات المتحدة؟ للقوة العسكرية الروسية أمام أي دولة في العالم ما عدا أمريكا والصين تعتبر متفوقة، لكن أمام أمريكا ليست متفوقة، أمام الناتو بالتأكيد ليست متفوقة بالقوة العسكرية التقليدية بجميع المستويات الاستراتيجي والعمليات والتعبوي. لكن ما يتعلق بالقوة النووية لا، روسيا تعتبر قرن لحالها مقابل القرن الأمريكي، يعني قرنين عالميين في القوة النووية. الروس والأمريكان متعادلان تقريبا وقد تكون الكفة في صالح الروس بشكل بسيط جدا. لكن بالقوة التقليدية صحيح هناك تأخر أوروبي، الدول الأوروبية مرة أخرى اعتمدت على وجود أمريكا ووجود دولة زي تركيا، تركيا تشارك بقوات برية كبيرة في الناتو، فهم ذهبوا باتجاه التركيز على المستوى الاستراتيجي من التسليح الصواريخ سواء كان الروس النووي أو التقليدي والقوات الجوية وتركوا القوات البرية جانبا. أعتقد الآن سيعودوا إلى القوات البحرية والقوات البرية لأن روسيا في آخر 15 سنة أنفقت مئات المليارات على تطوير قوات نوعية فضائية وبحرية وجوية. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والفريق الركن المتقاعد الدكتور قاصد محمود.